مفيش شنطة بنت مفيهاش روج، أحمر، بينك، أورانج، أي لون. الروج ده ليه قصة وحكاية ممكن تكوني سمعتيها لأول مرة. تعرفي إن أوائل الناس اللي استخدمت الروج كانوا رجالة وبيستخدموه في رحلات الصيد والأغراض دينية. سيبك من دي. تعرفي إن أول واحد ابتكر الروج بالشكل المتعارف عليه كان برضو راجل، وهو العالم العربي أبو القاسم. أما بالنسبة لتاريخه كان منتشر استخدامه في الحضارات القديمة، مثلاً في العراق كانوا بيصنعوه من بودرة الأحجار الكريمة. أما الحضارة الفرعونية فكانت كليوباترا بتصنعه من الخنافس والنمل. ولحد دلوقتي الروج من الحاجات المهمة بالنسبة للبنات والسيدات، لأنه بيديهم مظهر جمالي وجاذبية. بس زي ما ليه إيجابيات ليه سلبيات برضو. مش كل روج يعجبنا نجري ونشتريه، لأنه أثبتت العديد من الدراسات إن الروج بيتكون من مواد مسرطنة زي الرصاص مثلا. وعلشان تتأكدي إن الروج مكوناته آمنة، في اختبار بسيط ممكن تعمليه. تجيبي ورقة من القصدير وتحط عليه شوية روج، وبعد كده تمسحيه في منديل. لو اللون اتحول للأسود يبقى بيحتوي على مواد سامة، وقتها ممكن تلجأ الروج مكوناته طبيعية زي البنجر. هتلاقي نتيجة كويسة وآمنة. أغلب أحمر الشفاء بيحتوي على البتروكيماويات والمواد الحافظة، وطبعاً دي ليها الأثار الجانبية خاصة على الغدد الصماء اللي بتأثر على النمو والذكاء والتفرس. بس ده على فكرة بيحصل مع التراكم مع مرور الوقت. والشرط الثاني، إذا تجاوزنا حدود الاستهلاك اليومي المسموح من السموم اللي بنتعرض لها في المنتجات الأخرى غير اللي هي في الأكل، في الأحمر الشفايف، في أي منتجات معلبة، في النسبة مسموح بيها دي ما بتأثرش على الصحة. لكن لو تجاوزنا النسبة المسموح بيها اليومية مع الاستمرار والوقت على مدى طويل، لا بنتعرض للمشكلة اللي كنا قلنا عليها، اللي هي التأثير على الغدة الصماء وما يتبعها من أثار جانبية.